بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنستكمل تصميم الرافت فاونديشن باستخدام الطريقة التقريبية، وده الجزء الثامن في شابتر 5 اللي هو الديزاين بتاع الرافت فاونديشن. لو تفتكر في الأجزاء السابقة بسرعة كده احنا عملنا ايه؟ كل اللي احنا عملناه جبنا الأحمال بتاعة الأعمدة كلها، وعرفنا نجيب ازاي مكان المحصلة، ومن المحصلة ديت عرفنا نعمل الستريسز تحت القاعدة في الاتجاه X وفي الاتجاه Y، وبعدين قعدنا نصحح الستريسز تحت القاعدة في الاتجاه X وفي الاتجاه Y، وابتدينا رسمنا الشير ورسمنا البندنج مومنت بتاعي، ومن البندنج مومنت طلعنا الدبس اللي هو بيقاوم المومنت بتاعي. طيب يتبقى بقى، وشيكت طبعا على الشير ان الشير بتاعي سيج. خلي بالك البانشنج بالنسبه للرافت مختلف عن الايه، عن بقيه القواعد. ليه؟ عشان في عندي ثلاث انواع من الاعمده موجوده في الرافت. ده بيسموه عمود وسط، عمود وسط. فالكريتيكال سيكشن بتاعي على بعد قد ايه؟ دي على 2، فيبقى دي المساحه بتاعتي اجيب له كيو بانشنج واحد، والكيو بانشنج ولازم اقارنها بالكيو سي يو بي، كويس. وفي عندي عمدان، دي بيسموها أعمدة طرفية، أخد أكبر واحد فيهم، أخد أكبر واحد إن كان ده مثلا، وبرضك أخد على بعد دي على 2 ودي على 2، خلاص. بس خلي بالك بقى إن المساحة بتاعتي هتبقى الثلاث أجزاء دول بس، عشان أنا عندي هنا جار، فبقيت عندي المساحة دي زائد ديت زائد ديت. برضك هجيب الكيو بانشنج والكيو بانشنج ستريسز والكيو سي يو بي وأقارنهم، الكيو سي يو بي لازم تكون أكبر من مين؟ الكيو بانش. ما يقال على الأعمدة الطرفية هيقال على الأعمدة الركنية. هاخد أنهي عمود ركني؟ هاخد أكبر حمل عندي من الأعمدة الركنية، وبرضك هاخد على بعد دي على 2 وعلى بعد دي على 2. بس خلي بالك، شوف بقى هنا المساحة بقت كام؟ المسافتين دول بس، اللي هي بي كولوم زائد دي على 2 وبي كولوم زائد دي على 2 لو كان العمود ماله مربع. ونفس الكلام هجيب الكيو بانشنج فورس وكيو بانشنج ستريس، طبعا ده حمل العمود نفسه، ممكن نقول ناقص الاستريس تحتيه في المساحة ديت. وبعدين اجيب مين؟ الكيو سي يو بي، ولازم تكون اكبر من الكيو بانشنج. يبقى انا اطمنت على البانشنج شير بتاعي ان الدبس بتاعي سيف من ناحيه البانشنج. يبقى انا جبت دبس سيف بالنسبه للمومنت، وسيف بالنسبه للشير، وسيف بالنسبه للبانشنج. يبقى المفروض بعد كده ابتدي اطلع الحديد بتاعي. شكرا.